السلام عليكم ورحمة الله. من خلال الشباب كاملين. هذا الموضوع هذا كنت فكرت شحال هذه نتكلم عليه، كل مرة كنأجله. دونك دابا وصلنا لواحد المرحلة اللي ضروري خصنا نتكلموا على هاد الكابي اس، دونك لي زانديكاتور دو بيرفورمانس. هذا من بين الامور اللي غتكون سمعتو بزاف ديال الناس كيتكلموا عليهم. بطبيعة الحال كاين اللي عارفين شنو هما لي زانديكاتور دو بيرفورمانس اللي كيخدموا بهم كاريمون، كاين اللي اول مره يسمع بهم. دونك نحاولوا نوسعوا نطاق المعرفه بهاد المسائل هذه، لان الخدمه لو ترافاي اورغانيزي او الخدمه المنظمه كتحتاج بزاف ديال الامور تكون بين عينينا، داكور، ما يكونش داك الخدمه عشوائيه. لان بغض النظر واش كنتكلموا على الكوميرس اون جينيرال ولا على الاي كوميرس على وجه الخصوص، ما يمكنش الخدمه تبقى غاديه غير بيع شري صرف بلا ما نعرفوا بالضبط شنو واقع شنو كنديروا، وداك الشيء اللي كنخدموا عليه واش فريمون سي بيرفورمون، واش الطريقه اللي كنخدموا بها هي هذيك صحيحه او لا. دونك موضوع تري انتريسون، ربما بالنسبه بزاف ديال الناس غايبان لهم بانه مجرد كلام فارغ، لكن فاش غنتكلموا شويه غايبان لكم بانه مساله ضروريه. الا كنتو بغيتو تخدموا في اي دومين كيف ما كان وبغيتو تعرفوا راسكم فين غاديين، واش الطريق اللي شدينا هي هذيك ولا غير غاديين، ما نقولش على الله لان حتى الكلمه هذه قاصحه، مي الا كنتو خدامين بطريقه عشوائيه واحد النهار غتوصلوا لواحد المرحله ديال العيا وتلقوا بانه داكشي اللي خدمتوا عليه في لابيريود كول هاد الخدمه ديالكم ما كانتش هي هذيك، ربما الطريقه باش خدمتو ما كانتش مدروسه، وبالتالي النتائج كيوصلكم لواحد المرحله ديال العيا بلا ما توصل لوبجيكتيف ديالك. دونك لي كابي اس دونك اللي هما لي زانديكاتور بيرفورمانس، هادو كما نقولوا سون دي زانديكاتور، يعني انديكاتور كيفاش نقول مؤشرات. دونك هي مؤشرات اللي كيخدموا بها اي شركه كيف ما كانوا، يعني نتكلموا على شركه منظمه ولا عارفه راسها شنو باغي دير لوبجيكتيف ديالها وشنو هو، ضروري كيخدموا بهاد المؤشرات. علاش كيخدموا بهم؟ باش يشوفوا لا بيرفورمانس ديال لونسومبل ديال جميع المتداخلين في الشركه، واش كيعطيو لي ريزولطا اللي مطلوب منهم او لا، ولا ما كانوش كيعطيو لي ريزولطا كنوقفوا عند هذوك المؤشرات وندرسوا علاش الامور ما كتمشاش هي هذيك. بالنسبه للاي كوميرس سي تان كا ماش نقول بارتيكولي، ولكن سي تان كا تري انتريسون زعما بالنسبه للناس اللي باغيين يفهموا هاد لي زانديكاتور، شنو هما هاد لي زانديكاتور، كيفاش كنخدموا بهم، كيفاش ممكن لي نادابتيهم لو بوزوان ديالي باش نقدر نزيد بالبيزنس ديالي قدام. دونك خصنا نتفقوا بانه لي زانديكاتور بيرفورمانس ماشي شي حاجه اللي ستابل، شي حاجه اللي فيكس، مش نقول ستابل، ماشي شي حاجه اللي فيكس، لان كل واحد فيكم واحد المرحله غي هو يحدد شنو هما هاد لي زانديكاتور، شنو هي المؤشرات اللي غادي يخدم عليها ويطورها باش يوصل الخدمه ديالو للتوب نيفو. دونك ما غاديش نلقاو دي موديل اللي هما فيكس، مي غنلقاو بليزور موديل، وكل موديل هو نتيجة ديال الخدمة ديال سنوات، يعني سنوات ديال الخدمة اللي وصلت الناس انهم يديروا دي موديل ديال لي كابي ديالهم وكيبقاو يطوروا فيهم. اليوم غادي نديروا واحد المؤشر غادي نحيدوه غدا، يعني السنة الجاية ما نخدموش عليه لان بان بانه سي يونيتيل بالنسبة لك ديالنا، دونك غادي نرومبلاسوه بان انديكاتور اخرى وهي غادية. دونك شنو هما هاد لي زانديكاتور دو بيرفورمانس بالنسبة للاي كوميرس مثلا، وكيفاش يمكن لي نخدم بهم او نختار لي زانديكاتور اللي يصلحوا لي انا. داكو، دونك غادي نبداو نبارطاجي معكم ليكرون. داكو، الا دخلتوا شوبيفاي، ديجا في شوبيفاي راهم دايرين كومون دير، يعني عندهم بارلو، سمحوا لي. دونك نمشيو لعند السيت ديالنا شوبيفاي، فوالا غتلاحظوا بانه في شوبيفاي عندهم واحد الموضوع طويل عرض كيتكلموا على هاد لي زانديكاتور دو بيرفورمانس. داكوغ، دونك كتشوفوا شنو هو الانديكاتور دو بيرفورمانس. دونك سي ان انديكاتور، هو مؤشر لي كونتيفيابل اي ميزورابل، داكوغ، اللي كيكون على شكل ديال داتا معلومات او لا
بيانات اللي يمكن لك بطبيعة الحال أنك تدرسها باش تخرج نتائج. الدراسة ديالها كتعطيك إحصائيات اللي يمكن لك تقراها وتفهمها تستوعبها. داكو دونك هاد لي زانديكاتور كاينين كتار. داكو كاينين كتار بحال بالنسبة للدومين ديال الإي كوميرس بالضبط. نقدروا نشوفوا باش ما نطولوش بزاف، نمشيو مباشرة لتيب ديال لي زانديكاتور، واحد المجموعة ديال لي زانديكاتور اللي تحطوا في شوبيفاي، في الموقع ديال شوبيفاي، وغتلقاهم تلقاو دوطر زانديكاتور في بلاصة أخرى. ما حنا نقدروا مثلا نبداو شنو هما لي بلو كونو وشنو نقدروا ناخذوا منهم حنا. داكوغ دونك الوغ عندنا هنا في هاد لاباج هذا في هاد السيت شوبيفاي، غنلوح لكم من بعد ليا ولا غيبان لكم هنا. دونك what is a performance indicator, what a key performance indicator, what are key performance indicators important, why, علاش، شنو الفرق بين SLA and KPI. تقدروا تقراو هذا الشيء كامل، مي حنا غنمشيو ديريكتومون داكوغ لي تيب، غنشوفو تيب لي تيب ديال لي زانديكاتور دو بيرفورمانس واللي يمكننا نخدمو عليهم باش نطورو النيفو ديالنا. وغادي من بعد فاش غنعطيو هاد لي زيكزومبل غادي تفهمو علاش مهمين بالنسبة للناس اللي باقي عندهم هاد المؤشرات ماشي واضحة. دونك لي تيب ديال لي زانديكاتور دو بيرفورمانس ولا لي كلي، داكوغ لي كلي لانديكاتور دو بيرفورمانس، غنشوفو كاين في هاد الحالة هادي مضرو لي كان اللي معطيين هما السيلز، يعني في المبيعات، مؤشرات ديال بيرفورمانس ولي زانديكاتور دو بيرفورمانس او نيفو ديال المبيعات سيلز، او نيفو ديال الماركتينغ التسويق، داكوغ كاستمر سيرفيس، ومن بعد كاين المانيفاكتورينغ والبروجيكت مانجمنت. هادو خمسة ديال لي زيليمون اللي مهمين بزاف. طبيعة الحال كل واحد على حسب النيفو اللي راه واصل ليه البيزنس ديالو، غيبان ليه بانه كاين زانديكاتور اللي يقدر يخدم بهم، كاين دوطخ اللي ميمكنلوش يخدم بهم. نمشيو حنا غير بالعقل ونشوفو شنو هما لي زانديكاتور دو بيرفورمانس بالنسبة للمبيعات. شوفو شحال العدد، شوفو لو نومبر اللي معطيناكم اكزومبل، هو عدد كبير بزاف، ولكن بطبيعة الحال انت ميمكنلكش غادي تجي تخدم بهادو كلهم حيت ساعة انكاستات، لان كيف ما كان الحال غتاخد واحد العدد اللي كيناسبك واللي يناسب البيزنس ديالك، الطريقه اللي خدام بها. دونك واحد من بين هاد لي زانديكاتور كاين السيلز او المبيعات. داكوغ الوغ هنا لا ديفينيسيون ديالو هي هادي: اي كوميرس ريتيلرز كان مونيتور توتال سيلز باي اور داي ويك مونث كوارتر اور يير. دونك هنا هاد الانديكاتور كيسمح لك انك تمونيتور، يعني تراقب داكوغ المبيعات ديالك بالساعه، بالنهار، بالاسبوع، بالشهر، يعني بالتريماستر كما كنقولوا، بالربع سنه او بالسنه كلها. علاش هذا الشيء؟ هذا كيسمح لك انك تشوف لا بيرفورمانس ديال لي فونت ديالك كيفاش راه دايره. حنا كنتكلموا غير لي فونت، اوبيراسيون دو فونت يعني مبيعه، كتعرف بحال مثلا شحال كدير مبيعه في الساعه، او شحال كدير مبيعه في النهار، او شحال كدير مبيعه في السيمانه، داكوغ، في الشهر او في السنه. هذا استنى انديكاتور اللي يمكن لكم تخدموا عليه، ولكن كيبقى ان انديكاتور اللي ناقص، لانه هو بوحدو ما غيعطيكمش دي زانفورماسيون بيرتينونت. علاش؟ كنبيع بزاف مي اونتر طون ما كنربحش بزاف، لا كيستيون، كنبيع بزاف مي ما كنربحش بزاف. دونك هذا غيخلينا اننا نشوفوا دي زانديكاتور اخرين. كاين دوزيام انديكاتور باغ اكزومبل اللي معطيناكم اكزومبل، لا موين، داكور، افريج اوردر سايز، داكور، sometimes called average market basket. The average order size tell you how much customer typically spends on a single order. دونك هاد الانديكاتور هذا اللي هو average order size كيعطيكم اي واحد شرى من عندكم شحال صرف عندكم اون موين، داكور، شحال صرف عندكم في المتوسط في مبيعه وحده. علاش غينفعني هذا؟ فاش غينفعك غادي تعرف بانه لو سيت ديالك ديجا اسكي لي بيرفورمون من ناحيه ديال الاقناع في المبيعات باغ اكزومبل. يعني واحد الانسان دخل عندك وكان كيصرف اون موين، مثلا كيشري عليك دو برودوي، مثلا حنا نقولوا اون موين انت عندك لو برودوي لو موان شير كيدير 10 دولار مثلا، ولو برودوي لو بلو شير كيدير 100 دولار. الا كان لو سيت ديالك كتلقى بانه لا موين ديال الناس اللي كيسبنديو عندك كيسبنديو مثلا 30 حتى ل 50 دولار، داكوغ، فهاد الحالة غيمكن لك تحدد بأنه عندك واحد الكاتيجوري ديال البرودوي اللي كتمشى بزاف. طبيعة الحال هادي غادي تحتاج دي طاي في ليتود ديالها باش تعرف شنو هما لي برودوي اللي كيخرجوا بزاف.
بزاف الناس غيقول لك بون سا سيغ كوا، باسكو انا نقدر نعرف شنو هو البرودوي اللي كيتمشاو عندي غير من الستاتيستيك، ولكن هاد لا موين هادي مهمه بزاف بالنسبه، مهمه بزاف ديال الناس. تقدر انت ما تنفعك في والو، ما تبغاش تخدم بها، سي طون بروبليم. مي كاين الناس اللي كيبغيو يعرفوا شحال كيحققوا اون موين داكوغ في اون فونت، اون فونت يقدر يكون فيها بليزيور برودوي. وغادي نشوف واحد الانديكاتور اخر اللي متعلق بهذه المساله هذه، شحال ديال البرودوي اللي كيخرجوا بار فونت مثلا، شحال من برودوي كيخرج عندك بار فونت. وهنا كتولي تدرس المؤشرات اللي عندها علاقه بالماركتينغ، باش كتخلي الناس ياخذوا لو ماكسيموم دو برودوي في اون سول اوبيراسيون دو فونت. مي هذا كنشوفوه ابري. الوغ جروس بروفيت او كالكوليت ديس كابي سبستراكتين دو توتال كوست اوف جودز سولد فروم توتال سيلز. داكوغ، دونك هنا كيما نقولوا داك الربح، ما غاش نقولوا صافي، ولكن هنا كدير ديك العمليه ديال تنقص داكوغ توتال كوست اوف جودز سولد فروم توتال سيلز. دونك هنا بحال مثلا البرودوي اللي تباعوا كاملين في واحد لا بيريود مثلا تقاموا عليك ب $1000 تمام، وانت بعتهم ب $1500، هنا داك الكروس بروفيت في هذه الحاله هذه غيساوي $500، ولكن باقي تابعينه بزاف ديال الامور اللي مهمه بزاف. داك حسابات اخرى حد الان شفنا مثلا اربعه، شفنا اربعه ديال لي زانديكاتور، نمبر اوف ترانزاكشنز هذا باين، this is total number of transaction use this KPI in conjunction with average order size. شوفوا معايا دونك هذا number of transactions كنشوفوه مع هاد average order size، نحاولوا اننا نكومبينو بيناتهم بجوج باش يعطينا la moyenne ديال لي فونت عندنا بارابور لو نومبر دو ترانزاكسيون. يعني انا كنحقق مثلا في النهار 150 مبيعه، مي اون موين في هذيك 150 مبيعه كنجيب $50، دونك لو نومبر توتال ديال لي ترانزاكسيون مع لا موين ديال الاوردرز ديال الاوردر، يعني باش كيدخل عندي واحد الكليون شحال كيشري. دونك انا كناخذ لو شيفر دافير اللي حققناه في النهار كنقسموه على لو نومبر ديال لي ترانزاكسيون كيعطينا هذيك لا موين. الوغ كونفرجن ريت هذا الانديكاتور مهم بزاف، هذا الانديكاتور مهم بزاف. The conversion rate also a percentage or some pourcentage is calculated by dividing total number of visitors to site page by total number of conversions. Alors هنا هذا الحساب ديالو بسيط، يعني يدخل عندك في النهار 1000 داكوغ 1000 فيزيتور اللي دخل عندك للسيت، شراو 50، دونك هنا رحنا في واحد البورسونتاج اللي هو ديال 5% ديال الكونفرجن. وهذا الانديكاتور مهم بزاف بزاف بزاف، هذا بارمي لي زانديكاتور اللي خص بنادم يخدم عليهم. علاش بزاف؟ علاش؟ لان ايماجين انت كتجيب السيتي ديالك 10000 فيزيت بار جور وعندك يلاه 50 فونت ولا 60 فونت، شي حاجه ماشي هي هذيك، يا اما الطريقه اللي كتبريزونتي بها البرودوي ماشي هي هذيك، راه خاطئ غلط، ماشي سي با فريمون سا. ربما لي بروموسيون اللي كدير ماشي هما هادوك، ربما البري عندك طالع. دونك هنا كيخليك تسأل كيفاش انا عندي 10000 اولا 50000 فيزيتور بار جور وفي الاخر كنلقى غير 100 ديال الناس اللي شرا. هذا بارمي لي زانديكاتور اللي خاص تخدموا عليهم بزاف، كونفرجن ريت، وغادي تشوفوه من بعد في الكي بي اي اللي متعلقين بالويب سايت. شوبين كارت ابوندمنت، شو الناس اللي كيابوندونيو الشوبين كارت، يعني تيوصل حتى للادو شوبين الاد تو كارت ومن بعد ما يشريش. دونك خاصك تحسب هذا حتى واخا تكون عارف شحال عندك وعلاش الناس كيمشيو. هنا خاصك تحاول تبحث او ماكسيموم علاش الناس كيديروا الاد تو كارت وكيمشيو. وهذه المساله بزاف فيكم اللي كتوقع ليه، حيت بزاف الناس كيتصلوا بي على هذه المساله كيقول لك شوف انا عندي الاد تو كارت 100 ولكن السيلز عندي غير 5، سي با نورمال. هذوك الناس اللي داروا اد تو كارت علاش هربوا؟ علاش مشاو؟ فيهم واحد العدد اللي مشى لانه ربما جاتو شي حاجه شغلات وتلفاتو على سميتو على الموقع ونسى ديك لوبيراسيون اللي كان غيديرها. مي كاين الناس اللي داروا اد تو كارت وما قدروش يشريو، دونك هنا خصكم تبحثوا علاش ما قدروش يشريو. ديما كنقول للناس اللي عندهم اد تو كارت بزاف وما قدروش الناس يشريو عليهم، كنقول لهم خدموا لابليكاسيون سميتها هوت جار. هوت جار كتعطيك الناس اش كيديروا في السيت، ماجوريتي ديالكم راه كيعرفوها بطبيعه الحال، ممكن صانون باش انني نعاودو نذكرو بها. دونك هوت جار سي اون ابليكاسيون اللي كتجربها بوندون واحد 14 جور يمكن، ما الا ما خفتش نكذب 14 يوم يمكن كتجربها غراتويتمون.
كتسمى داك الهيت ماب، هي دوك الكاتيجوري ديال ليزابليكاسيون اللي كيتسموا الهيت مابينغ، واللي كتراسيو لك لوتيليزاتور اش كيدير في السيت، وكيعطيها لك سو فورم ديال الخريطه ولا فين كيكليكي، علاش ملي دار اد تو كارت من بعدها ما شراش. ربما انت عندك ان بروبليم في الكار في البيمنت، في البيمنت جيت واي، انت يمكن عندك الباي بال، هو ما عندوش الباي بال، عنده خصو يخلص بكريديت كارد، كيقلب ما يلقاش كيخرج، وربما في لو مومون كاع فاش كيبغي يدوز البيمون راه عندك شي ايرور في السيت وانت ما راكش منتبه ليها، دونك كيكليكي على هذاك اللين ديال الباي بال، ربما عندك شي ايرور ما كتخرج ليهش لا بوسيبيليتي انه يخلص. دونك يفو فير اتونسيون فاش يكون عندك الاد تو كارت كثير والشوبينغ والبيع ناقص، خصك تمشي تقلب. علاش؟ هذا ستان انديكاتور اللي مهم بزاف. داكو من بعد كتشوف هاد نيو كاستمر اوردرز مقارنه بالريتيرنينغ كاستمرز. اوكي، هذا ستان انديكاتور حتى هو اللي مهم. علاش؟ حيت كيعطيك لا كومباريزون ما بين النيو كاستمر اوردرز، يعني الكليون اللي هما جداد، وكتعرف بيه عاوتاني شكون هما الناس اللي كيرجعوا يشريو عليك. دونك هنا واش عندك واحد لوطو ديال الروتور مزيان؟ هاد لوطو ديال الروتور الا كان عندك ان طو دو روتور اللي طالع، صافي دير كوا، صافي دير بانه عندك السيرفيس ابري فونت مزيان، داكو، وعندك البرودوي حتى هو، ربما البرودوي مزيان، ربما السيرفيس ابري فونت مزيان، ربما كدير دي بروموسيون اللي مخلي هاد الناس يرجعوا عندك، ربما لو بري اللي كتبيع به هو اللي مزيان. داكو، دونك عندك بزاف ديال لي زيليمون اللي كتخدم عليهم وكيخليو انه الريتيرنينغ كاستمرز كيكون طالع، الاوردرز ديال الناس اللي رجعوا شراو عليك المره الاولى والثانيه والثالثه كيكون عندك طالع. وهذه مساله اللي هي صحيه بزاف، ما يبقاش ديما يكون عندك غير نيو كاستمر، يعني ما كيرجعوش عندك القدام. الا ما كيرجعوش عندك القدام خاصك دير بوينت انتيروغاسيون، خاصك تعرف علاش ما كيرجعوش عندك. شراو عليك لا بروميير فوا ومن تما غبروا، سي با بوسيبل، سي با بوسيبل. شرا عندك مره وغبر، واش انت درت معاه الغلط؟ واش البري اللي بعت ليه ربما كان طالع؟ فهمت؟ دونك هنا كاين بزاف ديال لي زاكسيون اللي يمكن لك ديرهم، سيكو بالميلين كتولي انك تحاول انك تولي ترجعو لعندك، تصيفط ليه ايميل، تعطيه ان كود بروموسيون، فهمتوني، ان كوبون باش يرجع عندك الى اخره. وكتقارن توجور مع نيو كاستمر اوردرز، يعني الجداد، وتشوف شكون عندك اللي طالع، واش عندك ان كيليبر ولا الجداد ديما طالعين والقدام ما كيرجعوش. تحاولوا تخدموا على هذا الانديكاتور حتى هو مهم. دونك كوست اوف جودز سولد، داكوغ، تيلز يو هاو ماتش يو ار سبيندينغ تو سيل ا برودكت. هذه مساله اللي مهمه بزاف، داكوغ، هنا باش كتعرف شحال كتصرف على البرودوي باش تبيعو، شحال كتصرف على البرودوي باش كتبيعو. دونك سا انكلو البرودكسيون ديالو بطبيعه الحال بالنسبه للوكال، الناس اللي خدامين دروب شيبينغ ولا في اي كوميرس بازيك، ما كيهضروش على المانيفاكتورينغ، ولكن كيهضروا على البرودوي شحال كيشريوه، شحال كيتقام عليهم باش واصل. دونك ابري شحال عنده ديال لي زومبلواي الا كان مخدم مع اون ايكيب، داكوغ، ومن بعد كاع المصاريف اللي كيدخلوا، بينهم المصاريف ديال الادز الى اخره. دونك شي كامل كيخصو تحسب باش تعرف شحال صرفت على البرودوي، واش ملي كتبيعو فريمون تو بينيفيسيا ولا لا. هاد المساله هادي مهمه حتى هي بزاف، حيت واحد العدد كبير ديال الناس كيديروا هاد ليرور هادي، كيشريو برودوي يقول لك غنشري ب 20 دولار وغنبيعو ب 40، وغتشري ب 20 وتبيعو ب 40، وربما اليوم حيت راك خدام بوحدك، ولكن ابري خصك دير الكالكول ديالك فيسبوك شحال خدالك، داكوغ، شحال عندك لو طو دو روتور، لان حتى دوك لي طو دو روتور هذا راه كيدخلو بالنسبه للوكا ديالك انت. الا كنت كتخسر هذاك البرودوي ولا كدير ريفوند للناس، داكشي كامل خاصك تدخلو في المصاريف. في التوتال غادي تحسب بعت 10000 يونيتي، هذيك 10000 يونيتي بالروتور ديالها بالريفان ديال الاخير شحال تقامت عليها. ما تنساوش داكشي اللي درتو للريفان ديال الروتور، حتى هو راه فلوس وما رجعتوش فلوسكم فيه، داكو. دونك كاين عاوتاني توتال افيليبل ماركت ريليتيف تو ريتيل شيلف اوف ماركتس، دونك تراكين ذيس كي بي اي ويل تيل يو هاو ماتش يور بزنس از جروينغ كومبير تو اذر ويذين يور اندستري. دونك هذا ستان انديكاتور بالنسبه للناس اللي خدامين الاي كوميرس في لوكا ديالنا حنا، صعيب بزاف باش نخدموا به، داكو، حيت ما يكونش عندنا حنا لي شيفخ باش نقارنوا راسنا مع الناس الاخرين اللي هما في لا ميم اندستري، بيسكو لاكتيفيتي ديال الدروب شيبينغ كوم اكتيفيتي بازيك، يعني دو تيست، ومن بعد فاش كدوز الاي كوميرس والستوك يا سي دو سويت، ما تسمحلكش انك تقارن راسك مع لي كونكورون الاخرين في الدومين. مي هذا كيدير اهو نيفو، كيدير بالنسبه لربما الشركات اللي كتنتج الى اخره. الو
البرودكت افينيتي ديس كي بي اي تيل يو ويتش برودكتس ار بيرشيزد توجيذر. دونك هذا حتى هو واحد الانديكاتور اللي في الحقيقه وزال. علاش؟ حيت في لو سيت ديالك يقدر واحد الانسان يدخل يشري واحد البرودوي وكيبان لك بانه كاين ان نوتر برودوي اكومبانيون كيتمشى معاه، داكوغ، شرى هذا البرودوي ولكن كاين شي حاجه اخرى كتمشى معاه. باغ اكزومبل شرى عليك جو دي نامبورت كوا، واخا هادشي هذا كيتمشى مثلا، نعطيكم ان اكزومبل، بحال مثلا غيشري عليك هاد الشارجور هذا، داكوغ، اون باراليل كياخذ معاه الكابل، انت كتبيعهم سيباري، كياخذ عليك الشارجور اون باراليل ياخذ معاه الكابل. دونك سو سون دو برودوي اللي كيتمشاو مع بعضياتهم. مزيان تكون عارف شنو هما هاد لي برودوي اللي كيخرجوا مع بعضياتهم. علاش؟ حيت يمكن لك من بعد ما كدير لي تود ديالك تشوف لو طو ديال لي فونت واش عندهم فيهم طالع بزاف. الا كنت مراقبهم مزيان تقدر تحطهم في ان باكاج، اوليو باش تبيعهم سيباري ديرهم ان باكاج وديرهم ان بري بروموسيونيل. في هاد الحاله هادي غيطلعوا مزيان، غيتمشاو عندك مزيان ديال لي فونت واش عندهم فيهم طالع بزاف. الا كنت مراقب داكوغ، فوالا هو راه سلمان راحت ليا ديال هاد سميتو ديال السيت اللي راني كنشوف فيه. تقدروا تشوفوه اون ميم طون باراليل باش نربحوا الوقت. الوغ بالنسبه لهاد لي مو هذا حتى هو تقدروا تاخذوا ليه برودكت افينيتي، تقدروا تخدموا عليه وتزيدوه في لو طابلو ديالكم. برودكت ريليشن شيب ذيس از ويتش برودكتس ار فيود كونسيكوتيفلي اجين. داكوغ، هنا بالنسبة لهاد البرودكت ريليشن شيب كتلاحظوا بأنه مثلا واحد البرودوي كيتباع عندكم ياك، أون باراليل كاين دوطر برودوي اللي كيتشافوا بزاف. يعني واحد الإنسان كيكون انتريسي بواحد البرودوي كيشوف فيه، أون باراليل كيمشي يقلب على أن نوتر برودوي اللي كيشوف دوطر برودوي اللي يقدر يكون عندهم علاقة بهذاك البرودوي، ماشي ضروري كيتباعوا ولكن كيتشافوا بزاف. هنا في هاد الحالة هادي تقدر مثلا تمشي ديرهم في، تقدر الا قدرت تراقب هذه المساله هذه وكان عندك لي مويان باش تراقبها، غادي تعرف بانه عندك دي باج لي بلو فيزيتي، وهذا الشيء اترافير الاناليتيك. كيفاش كدير؟ كتكون عندك الاناليتيكس ديالك خدام في السيت، داكوغ، كيعطيك لي برودوي اللي تباعوا، مثلا برودوي تباع، شنو هما لي باج اللي تشافوا بزاف، شنو هما لي برودوي اللي تشافوا بزاف واخا ما تباعوش، يقدر ما يتباعش مع داك البرودوي مي يقدر يتباع بوحدو ابري. تقدر في هذه الحاله هذه تلاقي ودير مثلا واحد الابسيل ولا، داكوغ، يعني تبيع، تحاول انك تبيعهم اون باراليل ولا تبيعهم في باكاج واحد، ولا دير بلوزيور برودوي في ان سول باكاج، ربما افيك ان بري تري كومبيتيتيف اللي تخلي الانسان يفكر توجو بانه دار اون بون افير. بون، حنا ما غاديش نقدر، ما بقاش نديطاي بزاف هاد لي زيليمون كيفاش كيتخدموا، ولكن نديطايو شنو لوتيليتي ديالهم. دونك انفنتوري ليفلز ذيس كي بي اي كود تيل يو هاو ماتش ستوك از اون هاند، هاو لونج برودكت از سيتينغ، هاو كويكلي برودكت از سيلينغ. دونك هنا هاد الانديكاتور هذا كتحضي الستوك ديالك، تبقى حاضي الستوك ديالك مزيان، داكوغ، وكتمشي تشوف شنو هما لو برودوي، شنو هو البرودوي اللي كيتمشى مزيان واللي كيتباع دغيا، داكوغ، والبرودوي اللي مثلا تقيل في البيع. علاش هاد الانديكاتور مهم تخدم بيه؟ حيت خاص ديما تخدم على واحد لو برانسيب اللي ديال ان ستوك دو سيكوريتي. ان ستوك سيكوريتي بالنسبه لي برودوي اللي عندهم واحد لا روتاسيون اللي طالعه، لا روتاسيون ديالهم خفيفه، صافي دير كوا لا روتاسيون خفيفه، صافي دير كيتباعوا دغيا بواحد لا فيتاس اللي كبيره. الا ما كانش عندك ان ستوك دي سيكوريتي وما كنتش مراقب مزيان لانفونتير ديالك والستوك كومون سا سباس، غادي تبقى تصدم، غادي توصل لواحد المرحله يبدا البرودوي يتمشى لك دغيا، اتوقع في ريبتور وما تعرفش كيفاش دير هذيك لا ريبتور. دونك هنا هاد المسألة ديال لانفونتير سي تخي امبوغتون بالنسبة للناس اللي خدامين في واحد لو نيفو اللي فيه لا روتاسيون دو ستوك طالعة بزاف، ومن بعد كتشوف لي برودوي اللي ما كتمشيوش مزيان تنقص من الستوك ديالهم، ما كان علاش تبقى تستوكيهم ياخذوا لك الفلوس. سينو تقدر تابوندوني كاريمون الا كان لو نومبر ديال السيلز ديالو هابط بزاف مقارنة مع دي برودوي اللي كيتمشاو، وترومبلاسي بدي برودوي جداد. هذا كيرجعنا نتكلمو على سكون نابيل لو سيكل دو في ديال البرودوي. دونك هاد القضية ديال لانفونتير ملي كتبقى حادي لانفونتير ديالك وعارف شنو هما لي برودوي اللي كيتمشاو، كتخليك ديما كتشوف، تعرف حتى لو سيكل دو في ديال البرودوي كيفاش غادي عندك، واش البرودوي راه في المرحله ديال الديكلان ولا راه في المرحله ديال لونسمون، وراه غادي مزيان ولا راه في المرحله ديال لا ماتوريتي. داكوغ، دونك تحاول ديما تستوعب شنو راه واقع في البرودوي اللي كتبيع. بون، بالنسبه لبزاف ديال الشباب اللي راه بادين بهذا النيفو هذا ما كيوصلوش ليه دغيا، لان خاصك فريمون تكون
كما كنقولوا درت سكيلينغ ديال الخدمه ديالك، كنتكلم على الاورغانيزاسيون ديال لا سوسيتي ديالك، ديال الاورغانيزم اللي غتخدم به. خاصك تكون وصلت لواحد المرحله ديال الاورغانيزاسيون اللي تخليك ان هاد الشيء هذا يرجع اوتوماتيك عندك. الوغ الكومبيتيتيف برايسينغ حتى هذا حتى ان انديكاتور اللي مهم بزاف. It's important to gauge your success and growth against yourself and against your competitors. D'accord? Monitor your competitors' pricing strategies and strategies and compare them to your own. هنا كتولي عند لافي، هنا كتولي تخدم على لافي كونكورونسيال. Competitive price, d'accord? البري كومبيتيتيف او الثمن او السعر التنافسي. كتولي حاضر باردون، كتولي حاضر المارشي مزيان، عارف الناس اللي كيبيعوا نفس البرودوي اللي كتبيعوا. هذه مساله اللي تقدر ديرها بسهوله اليوم. يكفي انك تاخذ لا فوتو ديال البرودوي ودير عليها غوشيرش في جوجل، غيطلع لك كاع لي ستور اللي كيبيعوا هذاك البروداكت. ممكن لك دير واحد الطابلو داكوغ وتعمر فيه لي كونكورون ديالك اللي كيبيعوا البرودوي شحال كيبيعوه، وتحط راسك نتايا في البري ديالك وشوف فين راك بوزيسيوني، واش البري ديالك اللي كومبيتيتيف ولا لا. داكوغ، وبيان سور اللي غيسمح لك انك دير هاد الشيء هذا هو الشراء. خاصك تقدر تنيغوسي مزيان في لاشا باش في البيع يكون عندك لو بري كومبيتيتيف. هذا انديكاتور حتى هو تقدروا تخدموا عليه. الوغ كاستمر لايف تايم فاليو دو سي ال في تيلز يو هاو ماتش ا كاستمر از وورث تو يور بزنس اوفر ذا كورس اوف ذا ريليشن شيب وذ يور براند. You want to increase this number over time through strengthening relationships and focusing on customer loyalty. هذا استنى انديكاتور اللي كيخدموا عليه بزاف الناس اللي عندهم البراند، داكوغ، اللي كيخدموا البراندينغ واللي كيعرفوا بانه الكليون مرتبط بلا مارك ديالهم. داكوغ، كيعرفوا بانه الكليون مرتبط بلا مارك ديالهم، خاصهم ديما يخليوها اتاشي لعندهم. بطبيعه الحال كاينين بزاف ديال لي تكنيك، مي هذا c'est un indicateur اللي كيخدموا عليه بالنسبه لكم نتوما. بور لو مومون سي با فريمون انتريسون، بعدا بالنسبه للناس اللي كيخدموا البراندينغ او نيفو. الو ريفينيو بار فيزيتور، داكور، لو ريفينيو بار فيزيتور gives you an average of how much a person spends during a single visit to your site. If this KPI is low, you can view website analytics to see how can drive more online. الو هذا ريفينيو بار فيزيتور، دونك هنا كتعرفوا راني كنتكلم على لي زانديكاتور دو بيرفورمانس. دونك هاد اللايف هذا غيتفرجوا لواحد العدد قليل ديال الناس اللي ربما يقدروا يستوعبوا مزيان داكشي اللي غادي يتقال باش يطوروا شويه البيزنس ديالهم. الوغ بالنسبه للريفوني بار فيزيتور، مساله واضحه، يعني ان فيزيتور كيدخل عندك للسيت شحال كيصرف عندك في السيت، هادي هي لا كيستيون، شحال كيصرف عندك في السيت. الا كان السيت ديالك اتراكتيف وفيه داكشي اللي كيقلب عليه، غيكون عنده لوطو طالع. الا ما كانش، استغفر الله، الا ما كانش وكان عندك الطو هابط بزاف، خاصك تمشي تقلب. علاش؟ الو churn rate for an online retailer. The churn rate tells you how quickly customers are leaving your brand or cancelling failing to renew subscription. داكوغ، بون كنشوف بانه هاد الانديكاتور ربما ما غاديش ينفعكم بزاف. The churn rate tells you how quickly a customer are leaving your brand. هذا بالنسبه للناس اللي عندهم براند يقدروا يعرفوا به، يقدروا يعرفوا به كما نقولوا لو طو، يعني الناس كي ابوندوني ديك لا مارك، يعني ما كيبقاوش يستعملوها. ربما شرا عندك مره ولا جوج ومن بعد كي ابوندوني، بعد فاش كيديروا لي ستاتستيك يلقاو بانه لو طو دابوندون عندهم طالع بزاف. دونك فهاد الحاله خصهم يوليو يخدموا على البراندينغ ديالهم. داكوغ، الوغ كاستمر اكويزيشن كوست، هذا حتى هو مهم بزاف. سي اي سي تيلز يو هاو ماتش يور كومباني سبينس اون اكوايرين نيو كاستمر. هذا هو دونك الخدمه ديالكم حاليا كامله، الخدمه اللي كديروها حاليا هو انكم كتصرفوا باش تجيبوا الكليون عندكم. الوغ شحال كيكلفكم هاد الكليون باش يدخل للسيت ويشري من عندكم؟ داكوغ، دونك هنا كتشوف الماركتينغ شحال صرفت فيه، اللي هو الفيسبوك ادز بالنسبه للناس اللي خدامين الفيسبوك، او الادور الجوجل ادز، داكوغ، او لا غيرها. كيف ما كانت داكشي اللي كديروا، شحال كتصرفوا الفلوس باش كتجيبوا الكليون عندكم؟ وهذه حتى هي مساله اللي مهمه بزاف باش تعرفوا واش الماركتينغ ديالكم راه خدام مزيان ولا كيتقم عليكم طالع بزاف، باش تشوفوا لا ميثود اللي كتخدموا بها اسكو سافو لكم ولا خصكم تبدلوها، خصكم تدوزوا لاوتر شوز. دونك هنا سالينا مع الماركتينغ بور سيلز، داكوغ، سالينا مع يا رب مع لي كابي او لي زانديكاتور دو بيرفورمانس اللي متعلقين بالسيلز.
بالمبيعات. الوغ نشوفوا اللي متعلقين بالماركتينغ وغادي نحبس عند الكاستمر سيرفيس داكور، لان المانيفاكتشرينغ والبروجكت مانجمنت حنا ما يهموناش في هذا الاستاد اللي رحنا فيه، حنا ما كنديروش لا برودكسيون، حنا ماشي يوزين. بروجكت مانجمنت بار كونتر مهم، غادي نحاول نوصل ليه. دونك الماركتينغ، بالنسبه للماركتينغ كاينين بزاف ديال لي زانديكاتور حتى هو. وغير باش ننبهكم لواحد المساله مهمه بزاف، هاد لي زانديكاتور اللي راهم اللي كتشوفوا هنا راه كاينين شي 67 انديكاتور يمكن في التوتال، نتوما غادي تخدموا على واحد 10 ديال لي زانديكاتور مخلطين داكور. غادي تحاولوا انكم تخدموا على واحد اون ديزان دانديكاتور ولا اونتر 10 اي 15 ويكونوا مخلطين في كاع لي كاتيجوري ديال الخدمه، تقدر من السهل من المبيعات للماركتينغ للمانجمنت. ودير واحد لو طابلو، غادي نتكلموا على القضيه ديال الطابلو الا كفانا الوقت، نتكلموا على كيفاش ممكن لكم تحطوا ان طابلو وتخدموا عليه. دونك بالنسبه للماركتينغ، الماركتينغ كاين الويب سايت ترافيك داكور. الوغ هنا سي كلير سا ترافيك ريفير تو ذا توتال نمبر اوف فيزيتس تو يور اي كوميرس ويب سايت، يعني النمبر ديال لي فيزيتور داكور اللي كيوصلوا للسيت ديالك بروت. ما نتكلموش على شنو شرا وشحال شرا، نو، غير كنتكلموا على سايت ترافيك. دونك اسكو السيت ديالك ديجا كيجيب الناس بزاف داكور، اسكو السيت ديالك كيدخلوا ليه الناس بزاف، هذا استنى انديكاتور، ومن بعد تقدر تخدم عليه في دوطر زانديكاتور من بينهم زانديكاتور اللي تكلمنا عليهم من قبل. نيو فيزيتورز، لي فيزيتور جداد كونتر لي فيزيتور اللي كيرجعوا. الا شفتوا معايا قبيله كنا تكلمنا هنا على، لاحظوا معايا نيو كاستمرز، شفتوا قبيله كنا تكلمنا في السيلز كنا تكلمنا على نيو كاستمر كونتر لي كاستمر اللي كيرجعوا، يعني لي كليون جداد مع لي كليون اللي كيرجعوا اللي ديجا شراو كيرجعوا. الوغ هنا في نفس الشيء في نفس المنطقه غادي نتكلموا على لي فيزيتور جداد ديال السيت بارابور لي فيزيتور اللي كيرجعوا. دونك لي فيزيتور اللي كيرجعوا اون برينسيپ ما يحتاجوش لا بوبليسيتي باش يرجعوا، اون برينسيپ بيان كو كاين بزاف الناس اللي كيرجعوا، لان ملي كيشوفوا السيت ديالك مره اخرى كيتفكروا يرجعوا ليه، ولكن الا بقى لو طو دو ميموريزاسيون ديالهم ديال السيت ديالك عندهم في الراس، هذا كيكلفك قل كوتي ماركتينغ. دونك كيدخلوا بوحدهم سيت لورغانيك داكور، دونك كيدخلوا بوحدهم للسيت وكيشوفوا واش عندك شي حاجه جديده، الا كانوا مولفين كيشريو غيعاودوا يشريو عليك، سينو غيشوفوا شنو كاين جديد واش تبدل شي حاجه في الثمن الى اخره. وهاد الناس اللي كيرجعوا للسيت اون جينيرال كيرجعوا بور بلوزيور ريزون، منها بغى يعاود يشري، منها شاف شي برودوي عندك من قبل ورجع يشوف واش تبدل الثمن ديالو، اولا غير بار كوريوزيتي بحال دابا انا كندخل لجير باست مثلا بزاف، كندخل لجيك باي كنطل غير نشوف، نضرب واحد الطله نشوف با فورسيمون غادي نشري، مي فهاداك لو مومون اللي كنطل يقدر يبان لي شي برودوي لي انتريسون ليا ونشريه. الوغ علاش هنا علاش هاد لي زاليمون مزيانين؟ حيت هذا كيسمح لك انك شويه تفتح مخك وتبدا تخدم على دي برودوي جداد، ديما لوح برودويات جداد، حيت هادوك الناس لي فيزيتور اللي كيرجعوا للسيت الا بقاو ديما كيلقاو لي ميم برودوي كيقولوا بانه انت براتيكمون ما كديرش ميزاجور للسيت ديالك، يعني كتبيع لي ميم برودوي صاي غادي يملو طونك هو راه ديجا شايف لي برودوي اللي عندك نهار فوق انت غيرجع فحاله وحده الا كان باغي يشري داك البرودوي، مي جامي غادي يرجع باش يستكشف. دونك باش تخليه ديما يرجع يكتشف ويشوف شنو عندك جديد، خاصك ديما يكون عندك الجديد. انا استعملت الكلمه باش يرجع مره اخرى، خصو ديما يشوف الجديد، كل ما يدخل للسيت يبانوا ليه بانه كاين دي برودوي تزادوا جداد، دونك غايقول المره الجايه نولي ندخل عاوتاني نشوف واش تزادوا عنده شي حاجه ربما تبان ليه شي حاجه انتريسون انسي دو سويت. دونك هاد الانديكاتور كيعطيك نيو فيزيتور كونتر لي فيزيتور اللي رجعوا، و سي انتريسون لان هذا كتعرفو غير من الاناليتيك، ملي كتكون داير جوجل اناليتيك مثلا ولا كيعطيك شكون هما الناس اللي رجعوا، شكون هما اللي اترافير لي كوكيز انسي دو سويت، كيعطيك لوطو ديال الريباند شحال ديال الناس اللي رجعوا وشحال ديال الناس اللي عندك جداد. وهنا كتشوف لا بيرفورمانس ديال الماركتينغ ديال السيت ديالك، واش انت عندك غير نوفو فيزيتور هما اللي كيجيو هو لو نومبر اللي طالع، ولا الناس اللي سبق لهم دخلوا ورجعوا عندك داك لوطو ايكيليبري وخاصك تخدم عليه، حيت لي نوفو فيزيتور في العاده كيجوك اترافير الماركتينغ صاي، نوفو فيزيتور كيجوك اترافير الماركتينغ متفقين. والماركتينغ ماشي ضروري غتخلص عليه، حتى السيو داكور اوبتيمايزاسيون هادشي كامل كيجيب لك الناس، مي حتى هادشي كامل داخل في الماركتينغ. بار كونتر الناس اللي كيرجعوا عندك كيرجعوا عندك بار ميموريزاسيون، يقدروا يرجعوا عندك بار ماركتينغ حتى هما يعاودوا يشوفوا داكشي اللي كدير، مي يقدروا يرجعوا عندك بار ميموريزاسيون. وهنا كاين فرق،
الوغ تايم اون سايت هذا عاوتاني الناس شحال كدوز عندك ديال الوقت في الويب سايت ديالك، واش كيطولوا بزاف، واش دغيا كيدخلوا يخرجوا داكوغ عادي. راه دابا الاناليتيك مثلا جوجل اناليتيكس كيقول لك بانه لا موين ديال لو طون اللي دوزوا عندك الناس هي دقيقه، ودقيقه وانت عندك ان سيت اللي فيه مثلا اون سونتين دو برودوي باغ اكزومبل، صافي دير بانه هذيك الدقيقه شنو دار، ربما راه شاف ان سول برودوي وخرج. دونك لو سيت ديالك ما كيسمحلوش، ربما انت ما مسوقش ولكن ما كتعطيش هذيك البوسيبيليتي باش ينقز من باج لباج في وسط لاباج اللي راه فيها. يعني الا كان شاف واحد البرودوي خص يعطيه ريليتد برودكت، البرودوي اللي عندهم العلاقه بنفس الاستعمال او نفس البرودوي مي دو ديفيرونت كاليتي، دونك ملي يشوف البرودوي خصو شي حاجه اللي تاتيريه باش يبقى ينافيغي في السيت. راه كل ما طلع التايم ديالو في الويب سايت صافي دير بانه الويب سايت ديالك اللي بيان بريزونتي وكيسمح لديك لا نافيغاسيون انترن تكون كبيره. هذا سيت ان ليمون حتى هو اللي مهم بزاف تخدم عليه في بارمي لي زانديكاتور. الوغ اشنو كاين اخر؟ الباونس ريت. باونس ريت، باونس ريت هي لو طو ديال الروتور داكوغ. باردون الباونس ريت، سو الباونس ريت تيلز يو هاو ميني يوزرز اكسيت يور سايت افتر فيوينغ اونلي وان بيج داكوغ. هاد الباونس ريت عاوتاني حتى هو خطير. علاش؟ اللي هو اللي كنت كنتكلم دابا، واخا انا تكلمت على الفيلم في التايم اون سايت، ولكن هو حتى الانديكاتور حتى هو اللي تقدروا ديروه بوحدو. يعني تخيلوا بلان كيدخل يشوف غير ديك لاباج الاولى ملي جاتو لاباج، لاباج هي اللي انت صرفت عليه، صرفت عليها باش دخلتو ليها داكوغ، هي اللي درت لها لا بوبليسيتي في فيسبوك ادز او لا في جوجل ادز الى اخره. هو دخل غير هذيك لاباج، شاف داك البرودوي طلع عليه وزاد. الا كان عندك هاد لوطو طالع بزاف، عرف بانه لو سيت ديالك اللي مال بريزونتي داكوغ، اللي مال بريزونتي ما كي اتيريش الناس انهم يزيدوا نافيغيو اكثر ويكتشفوا شنو عندك من غير هذاك البرودوي اللي دخلوا شافوه. بيج فيوز بير فيزيت، دونك لو نومبر دو باج فيو باغ باونس ريت، هو فوالا الهروب من الموقع. دونك البيج فيوز بير فيزيت او شحال ديال لي باج اللي شافها الفيزيتور عندك في السيت، هذا كل ما كان طالع صافي دير بانه لا بيرفورمانس ديال البريزونطاسيون السيت ديالك وداكشي راه مخدومه مزيان داكوغ. بغض النظر على ما تكلموش على المبيعات، ملي كنتكلموا على لو نومبر دو باج فيو، لو نومبر دو باج فيو كل ما طلع بزاف صافي دير بانه تو اريف اتيري لو كليون. وهذا المسال وهذا الباج فيو، هذا الباج فيوز بير فيزيت نورمالمون خاصو يمشي اون كوركوردونس مع التايم اون سايت داكوغ، لان كل ما شاف اكثر لي باج بزاف صافي دير يدوز وقت اكثر في السيت. سي بون. حاجه اخرى، هاد تايم اون سايت ربما ما كيما قلت لكم انا ما بغيتش نكثر في لي ديتاي، ولكن غير نقول لكم واحد القضيه، يقدر واحد الانسان يدوز وقت طويل في السيت وهو غير في باج وحده داكوغ. هذا استنى انديكاتور اللي ماشي حتى لتما، ماشي زعما يعني هذاك يقدر يفوصل لك لي زانفورماسيون، يعني تك زانفورماسيون فوس يدخل لا باج ديالك اللي فيها البرودوي ويطول. شنو في هذه الحاله شنو وقع؟ ربما انت كنت داير بزاف ديال الديسكريبسيون وما كانش كلير، ربما بنادم تلمو كان انتريسي ولكن جلس كيقرا وبان ليه داكشي بحال طول في القرايه الى اخره. دونك يعني تصيغك وانه يدوز واحد الوقت طويل هو غير في باج وحده. بار كونتر الا كان دوز وقت طويل وشاف بزاف ديال الباج هادي مزيانه. دونك من بعد كاين افريج لا موين دو دوري ديال لا سيسيون داكوغ، افريج اماونت اوف تايم بيرسون سبينز اون يور سايت دورينغ ا سينجل فيزيت از كولد افريج سيشن دوريشن داكوغ. دونك هنا كيما قالوا سي لو طون، لو طون ولا الوقت اللي دوزو شخص واحد داكوغ في السيت ديالك في زياره وحده. يعني دخل السيت ديالك شحال جلس فيه ديال الوقت، خلينا ما داكوغ كيرجعوا الى اخره. من بعد كما قلت نتوما غادي تشوفوا شنو هما لي زانديكاتور اللي غينفعوكم، ماشي ضروري تخدم على هادشي كامل، اصلا ما يمكنلكش تخدم على هادشي كامل، سي با بوسيبل. حنا كنتكلموا على اكثر من 60 انديكاتور، دونك ما يمكنلكش تخدم على هادشي كامل، تاخذ 4 ولا 5 ديال لي زانديكاتور هنا و 4 ولا 5 من السيلز و 4 ولا 5 من سميتو من الماناجمنت، ودير واحد طابلو اللي فيه 15 انديكاتور اونتر 10 اي 15 انديكاتور. وكما قلت غادي نتكلموا على كيفاش نقدروا نخدموا بهاد لي طابلو هادو. ترافيك سورس، ترافيك سورس يعني منين كيجيوك الناس، حتى هو الاناليتيكس كيعطيه لك. جوجل اناليتيكس باغ اكزومبل غيعطيك ترافيك اكزاكت منين جاوك الناس،
فيسبوك، جوجل اد، ولا من السيرش انجين، من الموتور دو ريشيرش، ان سي دو سويت. داكور. ومن بعد كتقسم، داكور، كتقسم هذوك لي سورس دو ترافيك، كتشوف شكون هو اللي كيطلع لك الترافيك بزاف. واش الادز ديال فيسبوك، واش الادز ديال جوجل، واش السيو خدام عندك مزيان، داكور، باش تزيد تخدم على لي زيليمون اللي فيهم داكشي ناقص، حيت داكشي اللي طالع راه طالع، دونك ما حد كتزيد تصرف عليه هو كيطلع لك في الترافيك، ولكن خاص تخدم على دوك لي زيليمون اللي ناقصين، يا اما تخدم عليهم يا اما تاليمينيهم على حسب الاستراتيجي اللي خدام بها. علاش؟ باش نعطيكم بلوس دو ديتاي. من بعد لي ديتاي ديال هاد لي زاناليز شنو كيديروا، كتعرف سيبوزون عندنا ثلاثه ديال لي سورس دو ترافيك، فيسبوك ادز، جوجل ادز، والموتور دو ريشيرش، صحيح. غادي نشوفوا البيع، غادي نمشيو ناناليزيو المبيعات منين جاو، غادي نشوفوا الطوب ديال المبيعات منين جاو، واش جاو من هذوك الناس اللي دخلوا من الفيسبوك، ولا من الناس اللي دخلوا من جوجل ادز، ولا من الناس اللي دخلوا من الموتور دو ريشيرش، صافي. دونك هنا كنقارنوا لي زانديكاتور، نقارن شي مع شي، ونحاول انني نكروازيهم باش نخرج دي ريزولتا. من بعد فاش غنعرف بانه الاغلبيه ديال المبيعات كتجيني من جوجل ادز، علاش غنبقى نصرف على فيسبوك ادز اكثر؟ لا، نزيد نكبر البيدجي اللي كيمشي في جوجل ادز، والا كان عندي السيو خدام نزيد نصرف عليه باش نطلع السيو ديالي دافونتاج. داكو، ما نبقاش انا غير نصرف على الفيسبوك، علاش؟ حق حشيت حيت فيسبوك نو، سي با لوجيك. شكون اللي كيجيب لي اكثر ديال المبيعات؟ اش من سورس دو ترافيك اللي كتجيب لي المبيعات اكثر ونخدم عليها؟ دونك هادو دي زانديكاتور، حتى الانديكاتور مهم بزاف. موبايل سا ترافيك، داكو، انا غتعرفوا شكون من الناس اللي داخلين من الموبايل، ولا شكون اللي داخل من بي سي، الى ان سي دو سويت، داكو. وكتوبتيميزي السيت ديالك على الموبايل، الا كان عندك لوطو طالع ديال الناس اللي كيدخلوا للموبايل، خاصك ضروري دير اتونسيون وتحضر السيت ديالك في الموبايل كيفاش داير، وتوبتيميزيه دافونتاج باش يسهل العمليه ديال البيع والشراء، بلطو العمليه ديال الشراء. لان اي واحد غيدخل شي سيت، الا بانت ليه لا كومبليكاسيون في الاستعمال ديال التليفون، بغى يقلب على داك اجوتي او باني اتو كارت، يقلب عليها فينا هي ما لقاهاش، ولا حتى يلقاها ومن بعد يمشي بغى يدير بيرشيز ما يلقاش البوطون ديال بيرشيز، ولا كاع فاش يدير بيرشيز ما يلقاش اوريونتيه للسيت، نو، هنا كتخسر بزاف. دونك اون فوا يبان لك بانه الترافيك ديال الموبايل طالع، سير شوف الترافيك ديال الموبايل ديالك كيفاش داير، وشوف السيت موبايل ديالك كيفاش داير، وكيفاش يمكن لك تطوره. ديبارت مونيتورينغ لوكينغ ات وين سايت فيزيتورز كام كان تيل يو ويتش ار بيك ترافيك تايم. داكو، هذا عاوتاني مهم. انا كتعرف كدير المونيتورينغ ديال النهار، اشنو هي لا بيريود ديال النهار اللي كيجيوك فيها لي فيزيتور بزاف. علاش مهمه بزاف؟ علاش انا كنسبيندي الفلوس في الادز، ياك؟ بزاف الناس كيسولوا هذا السؤال هذا، الله يخليك، امتى نطلق الكومبين ديالي؟ مهم بزاف هذا السؤال، امتى نطلق الكومبين ديالي؟ الوغ، انت ملي كتطلق الكومبين ديالك على 24 ساعه، كتبقى خدام على اون كومبين بيبليسيتير اللي طويله، خاصك تمونيتوري، خاصك تدخل تشوف في الاناليتيكس اش من بيريود ديال النهار اللي كيجيوك منها لي فيزيتور بزاف. علاش؟ باش تكونسونطر عليها ملي تكون تخدم لا بيبليسيتي، ما تبقاش خدام على 24 ساعه تسبيندي فيها لو ماكسيموم ديال الفلوس، لان لوبتيميزاسيون ديال الاد، لوبتيميزاسيون ديال لا بيبليسيتي، اهم حاجه فيها هي كيفاش نصرف الفلوس في لا بون ديريكسيون، كيفاش غادي نصرف الفلوس ديالي في لا بون ديريكسيون. الوغ، شنو هي لا بون ديريكسيون؟ الا ما عرفتش انا شنو هي لا بيريود اللي فيها البيك، لو ماكسيموم ديال الناس كيجيوني امتى، اونتر العشرة ديال الصباح الجوج ديال العشيه، دونك خاصني البيدجي ديالي كما الا كان مثلا 60% ديال الناس كيجوني من العشرة ديال الصباح للجوج ديال العشيه، اون برينسيپ خاصني نخدم واحد لوجيك بحيث انه البيدجي اللي غنصرفو 60% ديالو يكون اورينتي لهذيك لا بيريود. ما يمكنش انا نصرف البيدجي ديالي مقسم على 24 ساعه بلو ميم ريتم، الوغ كو انا كيجوني الناس فواحد لا بيريود محدده، نخدم عقلي. 60% ديال الترافيك كيجيني اونتر، نعاود لهاد الجمله هادي، الله يجزيكم بخير، سمحوا لي كنكرر بزاف ولكن باش تبقى في العقل. 60% ديال الترافيك كيجيني اونتر 10 اي دو اي 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 14 ولا اونتر 14 اي 20، الوغ 60% ديال البيدجي ديالي ولا حتى 70% نصرفو على هذيك لا بيريود، ونقدر كاع كاريمو الا بان لي بانه السيلز حتى هما كيجيو في هذيك الوقيته، نمشي نصرف 100% ديال البيدجي ديالي على هذيك لا بيريود، اولا 90 حتى 95%، و 5% نخليها ديسباتشي على النهار، و جو في لو تيست، وكنبقى نسكيلي نسكيلي حتى كنوصل للميور بيرفورمانس بوسيبل. خدموا على هاد ديبارت حتى هو، شوفوه حضيوه.
الوغ نيوزليترز نيوزليتر سبسكرايبرز، دونك هنا غتشوف لو نومبر ديال الناس اللي كيتسجلوا عندك في نيوزليترز، وعلاش واش طالع ولا هابط. باش الا كان طالع مزيان صافي دير بانه الطريقه اللي راك خدام بها على النيوزليتر ديالك راه غاديه في لابون فوا. الا كان عندك لو نومبر هابط صافي دير ما كتقدرش تقنع الناس انهم يدخلوا عندك، داكوغ. صافي دير بانه الناس ما كيبغوش يتسجلوا عندك، دونك هنا تراجع شوف شنو كاين وتخدم على هاد ليليمون. تكستينغ سبسكرايبرز newer or to digital, d'accord, marketing than email, e-commerce brands can reach customers through SMS based marketing, d'accord. دونك هادو الناس اللي كيخدموا الاس ام اس ماركتينغ والماركتينغ فيا اس ام اس، كيكون عندك النيميرو التليفون ديال الناس كتكستينغ كما نقولوا، تصيفط لهم دي ميساج دي اس ام اس وتصيفط لهم فيهم دي ميساج بروموسيونيل. شوف هاد الانديكاتور تقدر تستعملو باش تشوف واش عندك داكشي طالع هابط، واش كيت ايفوليا ولا لا، الا كنت ناوي تخدم عليه دافونتاج. من بعد سبسكرايبر جروث ريت، this tells you how quickly your subscriber list is growing. كتشوف نتايا ليفولوسيون ديال الناس اللي كيتسجلوا عندك في اللي كيتسجلوا عندك في لا ليست، داكوغ. واش كاين ايفولوسيون، داكشي كيطلع دغيا ولا داكشي ستابل ولا داكشي كيهبط، باش تشوف واش خاصك تزيد تخدم اكثر على هاد ليليمون ولا ما تسوقش ليه. الايميل اوبن ريت، دونك هنا كتشوفوا لو مويان لو طو ديال لوفرتور ديال لي زيميل اللي كتصيفطهم في الميلينغ، فاش كتصيفطهم نتاع ميلينغ ليست داك سميتو اللوجيسيال اونتر طون اونتر بارونتيز، بحال مثلا ميل شيمب ولا من غيره اللي كتخدموا باش كتصيفطوا لي زيميل، راه كيقول لك شنو شحال لي زيميل اللي تفتحوا اللي ما تفتحوش، دونك هنا كيعطيك هذاك لو طو كتدرسو تحضيه شوف يعني واش لي زيميل الميل اللي كنصيفطهم واش سو انتريسون ولا لا، واش كي انتريسو عباد الله، واش كيدخلوا يشوفوهم ولا باس ان ابيرسو، وانت كتصرف عليهم الفلوس. دونك خصكو تنتبهوا لهاد المساله هادي، ربما بالنسبه للناس اللي كيخدموا الميلينغ. وبطبيعه الحال الناس اللي خدامين اللي كيخدموا الاي كوميرس بالميلينغ راه كيشوفوا هاد الشيء، هذا بارمي لي زانديكاتور اللي ما كيدوزوش ما كيدوزش عليهم هكذا مرور الكرام، خصهم يشوفوه. الوغ الايميل كليك ثرو ريت، داكوغ. وايل ذا اوبن ريت تيلز يو ذا بيرسنتاج اوف سكرايبرز، ذا كليك داكوغ، هادو الناس اللي كيكليكو في الايميل، فاش كيدخلوا الايميل يشوفوه اللي كيكليكو على الليان اللي كتحطهم انت في الايميل باش كيدخلوا للسيت ديالك. ومن بعد عاوتاني كتشوف الانسكرايبز، داكوغ. الانسكرايبز هذا مهم عاوتاني حتى هو بزاف، شوف الناس شحال كيمشيو لك من لا ليست ديال الايميلين، كضرب تمر باش تجمعهم، والا كانوا الناس كيمشيو يهربوا لك بزاف صافي دير لا بيرفورمانس ديال لي زيميل اللي كتصيفطهم راها مصيبه كحله، راه كتهرب لك الناس، نقول لك يعتبروها سبام، انه واحد الدرجه غادي يبقاو ليستيوك في السبام كاع، داكوغ. دونك تقدروا تشوفوا لا ليست ديال لي زوتر اللي باقيين، مثلا السوشيال فولورز اند فانز، السوشيال ميديا شحال عندك ديال الفولورز وديال لي فانز في لاباج بروفيسيونيل ديالك اللي متعلقه بالستور، واش كتطلع واش كتهبط، واش كاين تفاعل الى اخره. السوشيال ميديا انجيجمنت هو مسألة ديال التفاعل، الكليكس total number of clicks a link gets you could measure this at most anywhere on your website social media email الى اخره. دونك تاعك تشوفوا لي كليك واش داكشي بيرفورم ولا لا. average CTR، دونك هنا دخلنا لل CTR، داكو tells you the percentage of users on a page or users who click on a link، دونك لو طو ديال الناس اللي كيكليكو على لي لينك ولا لو نومبر في باج ولا في داكوغ في الباج ديالكم. افريج بوزيشن، دونك باش ما نطولش بزاف هادو تقدروا تشوفوهم كاملين، باش نمشي للانديكاتور اخرين اللي هما الكاستمر سيرفيس، داكوغ. الكاستمر سيرفيس حتى هو سي ان ليمون تري امبورطون بالنسبه للناس اللي كيبيعوا، حيت الخدمه كلها كدار على الكاستمر سيرفيس. الى الكاستمر الى الكليون كان مرتاح راه غيرجع يتعامل معاك مره وجوج وثلاثه واربعه وعشره. الا ما عرفتش تدو ما عرفتش تخليه عندك وما عرفتش تتعامل معاه وتفيداليزيه مشى. دونك لا ساتيسفاكسيون دو كليون سي 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 لو توب ديال الخدمه اللي كدار في اون سوسيتي، سينو الكليون مشى معاه كلشي. دونك كاين هاد الانديكاتور الاول ديجا
ساتيسفاكسيون كليون ولا لو سكور دو ساتيسفاكسيون كليون، تلاحظوا بانه سي ميزوري is typically measured by customer responses to a very common survey question: how satisfied were you? D'accord. Bon, هذا parmi les méthodes اللي كتقدروا ديروا بها la mesure ديال la satisfaction de client ولا le score. ملي كديروا des enquêtes، تسولوا على السؤال البديع: how satisfied were you with your experience؟ يعني لأي درجة كنت ساتيسفي في التعامل ديالك معنا. D'accord. ومن بعد كدير سو فورم دو كيما كنقولوا سكيل، يعني سلم من واحد لخمسة. مثلا خمسة كتكون فيري ساتيسفايد، والواحد كتكون لستو ساتيسفاي على الاطلاق، وفي وسطهم كيكونوا لي نيفو. نت بروموتر سكور، يور ان بي اس اللي هو نت بروموتر سكور، بروفايدز انسايتس into your customer relationships and loyalty by telling you how likely customers are to recommend your brand to someone in their network. هذا مهم. دونك زعما هذا السكور هذا ديال لا بروموسيون ديال البرودوي ديالك في النيتورك، في الريزو ديال هاد الناس، هادو لي كليون ديالك، يعني كيتميزوري به شحال زعما يقدر الكليون ديالك انه ينصح الناس اللي كان في الريزو ديالو في المجتمع ديالو باش ياخذوا البرودوي ديالك ولا البراند ديالك. يقدر لوكا ديال الاي كوميرس تلقاو فيه شويه ديال الصعوبه، ولكن تقدروا تخدموا عليه، لان لا ساتيسفاكسيون ولا فيداليزاسيون ديال الكليون كدار افيك دي افيك لا كاليتي ديال لو سيرفيس، لا كاليتي ديال البرودوي، لو رابور كاليتي بري. داكوغ، كان هاد لي زيليمون كاملين مجموعين. وكاين لو دي زاكسيون لي بساط، غير ما نتكلموش حنا على لي زاكسيون ماركتينغ يعني بصفة عامة، مي كاين دي زاكسيون بساط اللي كيخليو لو كوتي اومان عند الانسان كيخدم. باسكو الفو با توجور مع ماركس تشوف الكليون على اساس انه الدجاجة اللي كتولد البيض ديال الذهب. نو، اكبر خطأ كيديروه الناس اللي كيخدمو ويبيعو واللي ما كينجحوش هو هذا، هو انه كيشوف الكليون الدجاجة اللي كتبيض الذهب اشنو يدير، اي بيع ليها بروميير فوا، اي شحطه في الثمن والله يعاونو ما نسوقش ليه. نو، هذاك اللي كتبيع له انت سي تان اتر هيومان، بشر، تعامل معاه بداك الاساس على انه بشر، والبشر باش كيتفيداليزا الا بغى البرودوي ديالك، الا بغى المعامله ديالك. دونك كاين داك لو سونتيمو، كاين داك لامور، كاين داك كاين كيفاش غنقول، دونك داك الاحساس بانه انت كتعامل معاه مزيان، هو عجباته المعامله ديالك. كامل هادشي كيمشي في ليموسيونيل. كيفاش كدير له؟ تقدر تصيفط ليه ان بيتي كادو في وسط البرودوي اللي غايشريه لك، ولا شرا لك ان او دو برودوي، تصيفط ليه ان بيتي كادو كي نكوت غيان. يعني الا كان هو شرا لك مثلا 60 او 70 دولار، تقدر تصيفط ليه ان بيتي كادو دو فالور كما نقولوا تكون عنده واحد القيمه معنويه، يدير 5 او 4 دولار وديرها في وسط، تكتب له جيفت. داكور، شكرا لانك شريت من عندنا، ولا سي ان بيتي جيفت باش تفكرنا وصافي. بلوس يقدر غير هذاك البيتي جيست اللي درتو معاه يكبر فيه، هو كيبقى توجور يل سي دي فوالا لا جو سون تران دو تريتي افيك دي جون، كنتعامل مع ناس اللي عندهم داك لاسبي هيومان ويقدر يعجبو. كاين ناس اللي يقدر يدوز ان ابيرسو، ياخذ داك الجيفت ديالك ويرميه ما يسوقش ليه كاع. مي هادو سو سون دي زاكسيون اللي خاص الانسان يولف يديرهم. انت صرفت 4 دولار مي كتكسب بنادم، دونك هنا هادشي هاد المعامله ديالك هي اللي غتخليه بانه ينصح ناس اخرين يشرو من عندك. هيت ريت، كالكوليت يور هيت ريت باي تيكينغ ذا توتال نمبر اوف سيلز، تاخذ لو نمبر توتال ديال سيلز اوف ا سينجل برودكت، ديال برودوي واحد، اند ديفايديت باي نمبر اوف كاستمرز هو هاف كونتاكتد يور كاستمر سيرفيس تيم اباوت سيد برودكت. داكوغ، هيت ريت باي توكن. داكوغ، هنا هذا سي تان انديكاتور بالنسبه للناس اللي كيديروا بحال مثلا عندهم ان سونتر دابيل ولا بار اكزومبل، ولا عندهم ان نيميرو تيليفون ديال الكاستمر سيرفيس، كيتصلوا الناس يسولوا على واحد البرودوي. داكوغ، غادي تشوف شحال ديال الناس اللي شراو. الا مثلا اتصلوا بك 500 واحد كيسول على داك البرودوي، شحال ديال الناس اللي شراو بارمي هذوك لي 500؟ داكوغ، دونك نمبر توتال اوف سيلز ديال داك السينجل برودكت لداك البرودوي، اند ديفايديت باي ذا نمبر اوف كاستمرز هو هاف كونتاكتد يو. على جالو، تبارك الله على السيد يحيى، مرحبا. دونك هاد الهيت ريت حتى هو مهم بزاف، تقدروا تشوفوا تخدموا عليه الا كان عندكم ان كاستمر سيرفيس اللي كيتلقى الاتصالات من الناس اللي كيسولوا على البروداكت وكيدير لهم السويفي.
خاصك شي كلشي يكون نوطي، خاصك شي ضروري يكون نوطي. دونك كاستمر سيرفيس ايميل كاونت، ذيس از نمبر اوف ايميلز يور كاستمر سبورت تيم ريسيفز. داك شحال ديال لي زيميل اللي كيوصلوا للتيم ديالك ديال الكاستمر سيرفيس؟ كومنتس، ملي كنقرا لي كومنتس دوك الناس ما كتكتبوا والو، راه غير كيطاغيو. حتى هو دونك كاستمر سيرفيس فون كول كاونت، تحسب شحال النمبر ديال لي زابيل اللي وصلوك في النهار، وتقدر دير معاها شنو هو اللي كان ريكلاماسيون، شنو هو اللي كان استفسار على برودوي الى اخره. داكوغ، وديسباتشي لو نومبر دو ريكلاماسيون بار برودوي. داكوغ، تعرفوا هاد البرودوي هذا اللي كنطالع فيه الريكلاماسيون بزاف، دير منو اتونسيون، سافو دير بانه ما فيش حاجه ماشي هي هذيك، تخدم عليها باش تزيد تاميليوريها ولا كاريمون تحبسها. داكوغ، ودير ان برودوي لي رومبلاسيها دو ميور كاليتي. الا كان ان برودوي اللي الناس كيسولوا عليه بزاف وكيشريوه بزاف، دونك حتى هو دير له انكاز ديالو وتخدم عليها، باسكو سي ان برودوي اللي طالع، دونك نزيد نخدم عليه دافونتاج باش يزيد يتباع اكثر. دونك هاد لي زابيل تيليفونيك اللي كيوصلوا خاص كيما نقولوا تريبيرتوريا، خاصك دير لهم ان ريبيرتوار وشاك كاتيجوري ديال لي زابيل لي ريكلاماسيون على من كيمشيو، اش من برودوي لي ريكلاماسيون بار برودوي. سي فري كيبان بانه خدمه كثيره ولكن مهمه بزاف. علاش مهمه؟ باسكو هادي هي اللي غادي تخليك تعرف فين كاين عندك لا ديفايونس، فين كاين المشكل. نهار اللي تعرف لا سوسيتي ديالك فين كاين المشكل، شنو هو البرودوي اللي فيه المشكل وعلاش فيه المشكل، غادي تقدر تحل المشكل ديالك ولا غادي تلقى البديل. ما تبقاش انت تبقى غادي على فيغلات. كاين، شوف انا على يقين بانه بزاف الناس دابا يسمعوا هادشي يقول لك بون هادشي حنا عارفينه، واه راك عارفه، ولكن خدموا سو فورم دو طابلو، خدموا سو فورم دو طابلو دو بور. داكوغ، او بحال مثلا ايدي حيا مع الراقي، نهار اللي تكلموا في ليفينمون في عرب افيليت ساميت، راه تكلموا على واحد النمبر ديال لي طابلو في طابلو اكسل هكذا كيخدموا بهم هما، طابلو اكسل متعلقين بالليفون، طابلو اكسل متعلقين بلا جيستيون ديالهم. داكوغ، لو كان ما يديروش هذوك لي طابلو دو بور راه غادي يحماقوا، يبقاو خدامين على فوغليت، ما عادش كاع يعرفوا راسهم من رجليهم. والبيع كاين، وانت راه كيجيب لك بالك بانه راه كتربح، ولكن ملي غتجي لا رياليتي وتحط ورقه وستيلو وتبدا تحسب، غتلقى راسك داخل في الحيط اغروند فيتاس. دونك الطابلو دو بور مهمين بزاف. كاستمر سيرفيس شات اكاونت، حتى هو شات اكاونت كتحسب بشحال ديال لي ديسكوسيون اللي كانوا مع لي كليون. فيرست ريسبونس تايم، فيرست ريسبونس تايم از افريج اماونت اوف تايم ات تيكس ا كاستمر تو ريسيف ذا فيرست ريسبونس تو ذير كويري. وي هذا باش تشوف لا بيرفورمانس ديال ليكيب ديالك، ملي شي واحد مثلا كيريكلامي ولا كيدير شي ريكلاماسيون ولا شي كيسول على شي حاجه، شحال ديال الوقت. داكوغ، شحال ديال الوقت باش كتجاوبوه اولا باش كترجعوا تعيطوا ليه، لان كيكون بالنسبه لبزاف ديال الناس خصهم ضروري يرجعوا يعيطوا لك اللي نقولوا فوالا اون فوا رابلي. دونك شحال ديال الوقت خدا لكم باش رجعتوا عيطوا ليه؟ وهادشي راه كيدير اترافير دي سي ار ام ديال لوجيسيال ديال الخدمه. يعني ميمكنش انت اون فوا كتانيسي ان ابل راه كيكون عندك اللوجيسيال ديال كتخدم به كيتراكي لي زابيل ديالك وكيعرف شنو هادو كدير فيه ان رابور، فوالا راه عيطت لك اليوم باش نشوف معاه تال وتال بوين، ولا كنجاوبو على كيستيون اللي دارها. داكوغ، دونك الناس اللي كيخدمو في لي سونتر دابيل ولا اللي كيتريطو لي زافير ديال لي كليون، راه هكذا فاش كيعيط لك اليوم كطابي داكشي لا ريكلاماسيون ديالو، من بعد اون فوا تقول ليه فوالا غنعيطو لك ولا غيعيط لك لو سيرفيس كونسيرني. اون فوا عيط لو سيرفيس كونسيرني كينوطي كيكتب الوقت اللي عيطلو فيه وشنو دار معاه وشنو تريطا معاه. هادو لي زانديكاتور اللي مهم كتعرف واش ليكيب ديالك الي بيرفورمونت، واش لو كليون الي ساتيسفي او نو. ومن بعد لا موين افريج ريزولوشن تايم، لا موين اللي كترقل فيها المشكل ديال السيد، لا موين يعني الوقت الا هو دوا معاك اليوم واش في 24 ساعه كيكون تحل المشكل او لا، ولا كتاخذ لك لافير اكثر من ديال الوقت، والكليون كل ما طولت عليه باش تحل ليه المشكل كيتخنق منك. اكتيف ايشوز، شحال عندك ديال لي بروبليم اللي باقيين عاد اكتيف مازال ما لقيتولهمش الحل. دونك هادو كتلاحظوا بانه كاين دي زانديكاتور اللي ربما بالنسبه لكم باقي ما وصلناش لذاك النيفو اننا نتكلموا عليهم، ولكن مزيان تعرفوهم صافي ما يضركم في والو. راه من بعد كاين بيرفورمانس انديكاتور في مانيفاكتشرينغ، دونك هذا سي لي اسونسيالمون الناس اللي كيديروا لا برودكسيون. داكوغ، حنا ما يهموناش. ومن بعد البروجيكت مانجمنت، البروجيكت مانجمنت مهم، لان اي واحد فيكم غيكون خدام
وعنده اون سيتي كيب خدام عليها خدامه معاه، دونك عنده ان بروجي كيجيريه لو بروجيكت مانجمنت هاورز ورك، يعني شحال ديال الساعات اللي تخدمو بار انديفيدو وفي التوتال ديال ليكيب داكوغ. دونك كلشي هادشي كيتتراكا، كل واحد امتى دخل امتى خرج، شحال ديال السوايع ديال الخدمه اللي خدم، وكديروا لا موين كديروا بار انديفيدو بار بيرسون وهو ليكيب كامله باش تعرفوا كيفاش راكم غاديين في الخدمه ديالكم. وهاد الخدمه هادي من بعد ملي كتحس بالوقت اللي خدمتوه كترجعوا تشوفوا لا بيرفورمانس ديالكم، يعني شحال بعتوا في ديك لا بريود اللي خدمتوها، ويعني داك الوقت اللي خدمناه واش فريمون سا كوريسبون لهذاك لو شيفر اللي درناه، ولا حنا كنضيعوا الوقت بزاف وخصنا نزيدو نطوروا لا ميثود ديال الخدمه ديالنا. يعني ساسيغاك هو انه واحد الانسان يخدم مثلا 8 سوايع في النهار نضربها في 5 صافي 40 ساعه او 44 ساعه ياك، وفي الاخر ملي كنجيو للنومبر ديال لي فونت كنلقاو بانه عندنا بار بيرسون مثلا عندنا 40 فونت مثلا، يعني كندير اون فونت بار اور، اون فونت بار اور امور عندي راه ماشي هي هذيك غير على سبيل المثال. دونك البيدجي دونك البيدجي انديك هاو ماتش ماني يو هاف الوكيتد فور ذا سبيسيفيك بروجيكت داكوغ، شحال الفلوس اللي حطيتهم في هذاك البروجي. بروجيكت مانجرز اند اي كوميرس بزنس اونرز ويل وونت تو ميك شور ذات ذا بيدجيت از رياليستيك، وي خاصك تاكد بانه البيدجي اللي كتخدم به راه ريالي كما نقولوا عقلاني، بون بغينا نقولوا داكشي خصو يكون لوجيك داكوغ. If you are repeatedly over budget, some adjustments. D'accord. حالتي إلا كنت مديباسي البيدجي ولا خصك ضروري تريا جوستي البيدجي ديالك باش يبقى غادي مزيان. وهاد المسألة ديال البيدجي بزاف ديال الناس اللي كياكلوا فيها العصا، يعني كيقول لك مثلا هاد البروجي هذا غادي نحاولوا أن ندير واحد البيدجي ديال مثلا 10 مليون، ولكن ماشي غير هكذا بالفم، يعني كتجلس 10 مليون صافي ديغ غادي نخدموا على البروجي مدة مثلا 3 mois ياك، 3 mois فيها لي فري فيها لي شارج فيها لي شارج سالاريال فيها لي شارج ديال لا سوسيتي ديال فيها البرودوي اللي غنشريو فيها. بون كدير واحد البيدجي داكوغ فيها لا بوبليسيتي انسي دو سويت، الا لقيت راسك بانه مديباسي داك البيدجي ولي ريزولطا باقي موصلوش لداكشي اللي كتقلب عليه، راه هنا كتحبس كدير اتونسيون وترجع ترياجوستي البيدجي ديالك، سوا ترياجوستيه دو فاسون انك تزيد تطلعو لان باقي خاص الخدمه في البيدجي ديالنا، سوا غادي تحبسو ودير بوان وترجع تراجع داكشي كامل اللي درتوه من قبل وشوف فين كان لو ديسفونكسيونمون. وهاد القضيه ديال البيدجي غادي تخليك انك تتكلم على ليمون اللي من بعدو اللي هو الريتيرن اون انفستمنت روي داكوغ ولا روا كما كنسميو حنا لو روتور سور انفستيسمون. هذا بيان سور سي ان ليمون اللي مستحيل اي واحد غيخدم ما يسوقش لهاد الانديكاتور. الوغ هو اللي كيعطيك شحال ديال ليفور داكوغ. شوف فور بروجيكت مانجمنت تيلز يو هاو ماتش يور ايفورتس ارند اور earned your business، يعني ليفور اللي خسرتو من ناحيه ديال البيدجي من ناحيه ديال المجهود داكوغ داكشي كامل اللي تخسر على البروجي شحال ربحك في البيزنس ديالك. صرفت 100,000 دولار شحال كان عندي ريتور سور انفستيسمون، وملي كنقول صرفت 100,000 دولار يعني دخلت فيها كلشي لي شارج داكوغ، عاد بلا ما نهضروا على لي زيفور اللي ما كيتحسبوش اللي ما كيتفالوريزاوش بالماني داكوغ. دونك شحال صرفت شحال عطاني الريتور سور انفستيسمون، صرفت 100,000 دولار دخلت 300 نحيد لي فري المصاريف ديالي كلها بقى عندي ان ريتور سور انفستيسمون ديال 150,000 ولا 160,000 هو تقريبا 100% ديال داكشي اللي صرفته، دونك راني غادي مزيان. دخلت 100,000 وصرفت 200,000 دونك عندي 50% حتى هي راني غادي مزيان. سي اون كيسيون ديال النهار اللي حددت البيدجي ديالك وحددت مع لي زوبجيكتيف ديالك فين وصلت. كوست فاريانس just as it's helpful to compare a real vs predicted timing and hours, you should examine the total cost against the predicted cost. This will help you understand where you need to reel it and where you may want to invest more. D'accord. دونك هنا غادي تشوف كما قالوا كما قال لك هنا
كما يعني just as it's helpful كما كيقول ما بين انه مفيد انك تكون تكومباري الوقت الحقيقي مع الوقت اللي كنت انت ضارب حسابه. يعني كتقول بانه هذا البروجي هذا غادي نحققه مثلا في مدة 6 شهور، من بعد لقيت بانه تحقق لك 8 شهور ولا 9 شهور، يعني خدا لك وقت اكثر. داكو، نفس الشيء بالنسبه للكوست. يعني كتكون انت مثلا محدد بانه هذا البروجي هذا غادي نحققه بواحد البيجي ديال 100000 دولار بار اكزومبل، ولا 10000 دولار ولا 5000 دولار مثلا، ولكن خدا لك اكثر. داكو، هنا غادي تعرف، هنا خصك تعرف هذه المساله، تعرف علاش ملي غادي دير السويفي ديالو والسويفي مينيسيو، باش تعرف فين كان المشكل، فين كان ديسفونكسيونمون، علاش خدا لنا الوقت بزاف، وعلاش اون تيرم دو كو خدا لنا لي كو بزاف. واش هنا كتعرف واش بانه ليتود اللي درتها في الاول ملي حددت البيدجي كانت هي هذيك، ولا سيتي مال ايتودي وكانت سوز استيمي. داكوغ، ولا العكس. يعني يقدر مثلا انت تحدد بانه غادي تخدم البروجي ب 100000 دولار، ومن بعد تلقات بانه تخدم لك ب 70، دونك كتقول هنا سور استيماسيون باش تعرف راسك من رجليك. وكاين كوست بيرفورمانس اندكس، دونك فور بروجكت مانجمنت لايك روي tells you how much your resource investment is worth. The CPI is calculated by dividing the earned value by the actual cost. If you come in under one, there is room for improvements. D'accord. Donc, il y a le cost in performance index ou l'index de coût de l'index de performance, cost performance index. صافي تبلونطيت بزاف ديال الهضره كتعطيك بلونطاج. لانديس دو بيرفورمانس دي كو، داكوغ، لانديس دو بيرفورمانس دي كو. دونك هنا كيعطيك شحال ديال لي ريسورس اللي خرجت. داكوغ، ان هو از وورث. دو سي بي اي از كالكولييتد باي ديفايدينغ دو ايرند فاليو باي اكتوال كوست. دونك كتقسم لا فالور، يعني كتقسم داكشي اللي ربحتو على شحال صرفت. وهنا كيعطيك هاد الانديكاتور، هذا لانديس. داكوغ، اف يو كام اندر وان ذير از روم. دونك الا كان عندك داكشي طايح، لا قوه الكلام ماشي قوه المعلومه، ما هادشي هضره كتولفو ملي كتكون كتخدم به كيبان لك بانه عادي، مي قوه الهضره صعيب. الوغ اف يو كام اندر وان ذير از روم. دونك ملي كيبان لك بانه كاين انديس فونكسيون مور، بانه عندك عندك لو ريزولتا نيجاتيف، يعني تحت من الواحد، في هذه الحاله هذه يعني كتولي خصك تولي ترياجوستي باش تخدم مزيان. دونك هنا سالينا من هاد لي زانديكاتور باش ما نكثرش كثار من هاد الشيء هذا، لان دويت بزاف. الوغ هنا لا سيليكسيون ديال لي كابي، كتختار انت لي كابي اللي غادي يناسبوا البيزنس ديالك، لو موديل. باسكو ما نساوش بانه كل واحد فيكم رغم انه مبتدئ، راه واخا تكون مبتدئ راه عندك ان بيزنس موديل، انت باقي ما وصلتش داك النيفو ديال انه طلع النيفو بزاف باش دير واحد البيزنس موديل اللي كبير. مي كدير واحد البيزنس موديل على قدك، على قد الحال، تاخذ لي زانديكاتور اللي كتخدم بهم. ما عندك، ما غادي دير بحاجه اللي ما كتخدمش ليك. شوف غير داكشي اللي كتخدم به انت، وشوف لي زانديكاتور اللي غينفعوك وتاخذهم. الا كان البيزنس ديالك صغير، خذ واحد 5 ولا 6 ديال لي زانديكاتور، ولا حتى 10 ديال لي زانديكاتور، ولكن يكونوا بساط على حساب لا طاي ديال الخدمه ديالك. هنا مثلا جينا خدينا، لان ما نساوش بان لوبجيكتيف الاول ديالنا ياك هو انك تبوستي لي فونت ديالك. وهذا لوبجيكتيف هذا كتخدمه سو فورم ديال ان طابلو. غادي نديرو ان طابلو، للاسف ما رانيش واخد معايا هنا شي طابلو، ما نشي موجد شي طابلو، مي غادي نديرو ان طابلو وغادي نحددو فيه الكابي الاول، الانديكاتور الاول، انه بحال مثلا في هذا ليكزامبل هذا، انني نبوستي لي فونت 10% في البروشان تريمستر، يعني في 3 شهور الجايه، فوالا 3 شهور الجايه خصني نبوستي لي فونت ب 10%. سي بون. الوغ باش غادي نحقق هاد 10%، خصني نتبع دي زانديكاتور. الوغ نخدم على هاد دي زانديكاتور، بار اكزومبل اللي هما ديلي سيلز، شحال كنبيع في النهار، الكونفرجن ريت، يعني من بين هادوك الناس اللي كيدخلوا عندي للسيت شحال منهم اللي كيشريو، والسايت ترافيك. نقدر ناخد غير هاد 3 ديال لي زيليمون، هاد 3 ديال لي زيليمون غادي يعاونوني باش نبوستي السيلز ديالي ب 10%. الوغ شنو خاصني نطلع لي فونت جورنالي، خاص لي فونت جورنالي يطلعوا، خاص الكونفرجن ريت حتى هو يطلع، والسايت ترافيك خاص يطلع. دونك غنبدا نخدم على الويب سايت ترافيك، نجيب الناس الماكسيموم للسيت، باش من بعدها نخدم على الكونفرجن ريت
داكور، يعني يكون عندي لو طو ديال الكونفيرسيون طالع، وهذا بطبيعه الحال هو اللي غادي يطلع لي الديلي سيلز اللي غادي يوصل لهاد لوبجيكتيف ديال 10% ان ذا نيكست كوارتر. وهادو سون دي شوز اللي كيدير لهم سويفي، باسكو كنهضروا على كوارتر، دونك خاصك دير لهم سويفي سومان بار سومان، كل سومان تبقى حاضي مزيان داكشي كيفاش راه غادي، اولا كل دو سومان، لان لا بيريود اللي كتكلم عليها كوارتر يعني تخيماس تحت 3 شهور. الا كانت كنمر 3 شهور خاص السويفي ديالنا ما يكونش بعيد، خاص السويفي يكون فواحد المده اللي هي متقاربه، خاصني ديما نرجع نشوف باش الا كان شي غير جوستومون اللي خصو يدار، خاصو يدار في هذيك لا بيريود، ماشي تتسالي 3 شهور عاد ومشي نطلع عليه ما وصلتليش. لا، لوبجيكتيف ديال لي كابي هو هذا، كدير السويفي ديالهم باش الا كان ان ديسفونكسيون مو كيلكو با خاصك تخدم عليه قبل ما توصل للمرحله اللي حددتها انت، او للوقت اللي حددته اللي هو النهايه ديال تخيمستر اللي رحنا فيه، يعني بعد 3 شهور. دونك الا كتكلم على 3 شهور نقدر ندير انا كل سيمين نشوف، ولا كل 15 يوم نولي ندير فيريفيكاسيون. صافي دير شحال يعطيني من مره لي فيريفيكاسيون؟ يعطيني كل 15 يوم، صافي دير جوج مرات في الشهر، صافي دير 6 المرات في 3 شهور، جوج المرات في الشهر صافي دير 6 المرات في 3 شهور، 6 المرات في 3 شهور نورمالمون هذا غادي يسمح لك انه دير لانترفونسيون وتاميليوري دافونتاج، جديد تاميليوري لو نيفو ديال الخدمه. الا ما كانش كافي دير مره في 10 ايام اولا مره في السيمانه، انت شوف الطريقه اللي غتخدم بها. داكو مثلا بوت دوزيام بوت، هذا سي لو برومي بوت، هذا سي ان اكزومبل. دوزيام بوت هو ان نطلع لا كونفيرسيون لو طو دو كونفيرسيون 2% العام الجاي، وهنا لي كابي اللي غنخدم عليهم هي الكونفرجن ريت، هو لوبجيكتيف برينسيبال. دونك غنهبط من التحت، غنهبط من التحت وغنبدا نخدم على الكومبيتيتيف برايسينغ، غنخدم على واحد الثمن اللي هو كومبيتيتيف، نهبط ماشي نهبط الثمن ولكن نحاول انني نكون كومبيتيتيف وماكسيموم. داكوغ، ومن بعد غادي نخدم على الشوبين كارت ابوندونمنت. علاش الناس كيخويو؟ علاش الناس كيدورو اد تو كارت وما كيشريوش؟ هادو كيديروا اد تو كارت يعني راهم كانوا انتريسي بغاو يشريو، ما خصنيش يبقاو يمشيو لي غير هكذا، لان الا خدمت على الابوندون دوك الناس اللي كيابوندونيو الكارت وطلعت لوطو، صافي دير كوا؟ صافي دير بانني كنطلع لوطو دو كونفيرسيون، اوتوماتيكمون الكونفيرجن ريت غادي يطلع. دونك حنا خدينا لي موديل كومبيتيتيف برايس وخدمنا على الابوندونمنت ريت، علاش؟ لان كتلقى عندك طالع. اما الا ما كانش انت عندك هذا البروبليم ديال الابوندونمنت ريت، غادي تشوف ان نوتر كابي، غتشوف شي انديكاتور اخر وتخدم عليه تحطو بلاصت هاد الشوبينغ كارت ابوندونمنت رومبلاسيه. ليسونسييل هو انه ملي نبداو اناليزيو من التحت، كومبيتيتيف برايس، شوبينغ كارت ابوندونمنت، باش نوصلو للكونفرجن ريت اللي غيرجع لنا نطلعوه ب 2% نيكست يير، وتقدر تدوز هاد لو شيفر هذا. ان تروازيام اكزومبل، جرو سايت ترافيك 20% ان ذا نيكست يير. دونك هنا غنشوفوا الباونس ريت، علاش الناس كيهربوا من السيت؟ داكوغ، خصنا نخدموا على هاد القضيه هادي باش ما بقاوش يهربوا لينا من السيت. السوشيال شيرز، خصنا نطلعوا السوشيال شيرز، نخدموا على الفيسبوك مثلا ديالنا وتويتر ولا الانستغرام ولا سا ديبون على حسب فين خدامين. داكوغ، باش يكون عندنا الشير طالع اوتوماتيكمون، غادي نمشيو نخدموا على البروموشنال كليك ثرو تريدز. داكوغ، غنطلعوا الترافيك سورسز، نخدموا على الترافيك سورسز، ما نبقاش خدامين على واحد. الا كنت خدام على الفيسبوك ادس، نزيد جوجل اد، نديسباتشي البيجي ديالي دو فاسون انتيليجونت، نخدم حتى على السيو، تخلص ناس باش يخدموا معايا على السيو. داكوغ، هادشي هذا كامل غيطلع لي الترافيك سورسز، غيطلعهم غيكبر لو ترافيك لي سورس دو ترافيك، وغادي يخلي السيت ترافيك ديال السيت يطلع باش نوصل انا لهاد لوبجيكتيف ديال 20%. وكما قلت كيدير ليه السويفي، كتبقى دير ليه السويفي. بحال مثلا عندك عام، تقدر كل شهر دير طلة تشوف فين راه واصله الامور عندك. بيان سور غادي دير دي طابلو باش تشوف الباونس ريت فين كان عندك وفين رجع، دير سويفي واش باقي هذاك الباونس ريت طالع، الناس كيهربوا من السيت ديالك ولا صافي بداو كيتكالمو كيجلسوا عندك، يجلسوا شويه في السيت. الوغ السوشيال شيرز فين واصل عندك؟ داكوغ، افيك دي طابلو، وكيكون فيهم رسوم بيانيه كيعطيك ليفولوسيون كيفاش دايره، واش داكشي هابط ولا طالع. اون برينسيب كل ما خدمت على هاد لي زيليمون بقى داكشي طالع، غيطلع عندك ترافيك سيت، غتوصل لوبجيكتيف ديالك. دونك هذا هو البرينسيپ ديال سميتو ديال الكابي اي. كتبقاو خدامين على دي زوبجيكتيف، وهاد لي زوبجيكتيف باش كتوصلوا ليهم خاصكم تحددوا مواقع الخلل.
ولا شنو هما لي بوان اللي خصك تخدم عليهم. هادوك لي بوان اللي خصك تخدم عليهم هما لي زانديكاتور دو بيرفورمانس، داكوغ؟ تحددوا نتوما لي زانديكاتور. هادشي اللي شفناه دابا في السيت ماشي غير هو اللي كاين، راه كاينين الناس اللي خدامين بالزانديكاتور اللي ما موجودينش هنا كاع. علاش؟ لان كنشوف داكشي اللي كيناسبو بوان فينال. انا جو سوي با سونسي، ما مطلوبش مني انني نكوبي، ولكن انا لقيت هنا شي حاجه اللي كتنفعني وجايه مع داكشي اللي كنخدم عليه، اوتوماتيكمون غادي ندوز لهذاك لو نيفو ديال انني ناخذ من عندهم شويه، ناخذ شويه من هاد المواقع بحال هادو اللي كيعطيو هاد الشيء ديجا واجد، ونزيد نطور عاوتاني الزانديكاتور ديالي. ربما شي نهار الى السي ايدي حيا كان عنده شي وقت وطلع يدوينا على الخبره ديالو هنا شويه معنا في شي لايف، غادي يتكلم لكم ربما على لي زانديكاتور اللي كيخدم عليهم هو. تقدروا تلقاو بانه عنده دي زانديكاتور لي صان ريان افوغ مع هادشي اللي شفناه كامل، حيت لهم لو بيزنس موديل ديالو صان ريان افوغ مع هادشي اللي شفناه. سي تري سامبل. دونك لي زانديكاتور اي سون لي ديريكتومون ايتروايتمون مع يعني مباشره و كيفاش نقول لكم ايتروايتمون، ما عارف الكلمه كيفاش غنقولها بالعربيه، مي مرتبط اساسا بالبيزنس موديل ديالك بوان فينال. دونك فوالا، هذه هي الفكره اللي بغيت نوصلها، نتمنى انها كانت واضحه بالنسبه لكم، ونتمنى انكم تبداو تخدموا عليها، تبداو تحاولوا انكم لان سي اون كيسيون دورغانيزاسيون. كونوا على يقين بانه الا بديتو تخدموا بهاد لي زانديكاتور وطبلوا قدامكم في دي زوبجيكتيف وشنو هما لي بوان اللي خصني نخدم عليهم باش نوصل للزوبجيكتيف ديالي، بالنسبه لكم من الزيرو وبو دو دوزون تروازون غادي تلقاو راسكم بانه النيفو ديالكم طلع بزاف، وليتو كتفكروا بطريقه مختلفه. ما بقيتوش كتخدموا غير على الشيفر، لو شيفر بلا ما تعرف فين كاين الخلل. اي واحد فينا راه باغي لو شيفر، خصنا نتفقوا على المساله. اي شركه في هذا الكون هذا كتقلب على لو شيفر، ولكن لو شيفر ما كيجيش غير هكذا بالخدمه العشوائيه، كيجيب لورغانيزاسيون، كيجيب لا استراتيجي، داكوغ، وكيجيب الخدمه. ملي كتجمع هاد لي زيليمون ثلاثه، اورغانيزاسيون استراتيجي الخدمه، كتبقى غادي في لا بون فوا. ولا كان شي خطا ولا كيكون عندك الفرصه ديال التصحيح، ترجع توقف تشوف بعينك شنو واقع، لان هاد لي زانديكاتور في اي لحظه توقف وتشوف شنو واقع عندك. شي حاجه ماشي هي هذيك، يكون عندك الوقت باش تصحح، دير لا كوريكسيون ولا دير خطوه تصحيحيه وترجع لا بون فوا، وتبقى غادي بشويه بشويه بشويه. على الاقل الا ما قدرتش تحقق 100% من لي زوبجيكتيف ديالك، اولا 110 ولا 120%، على الاقل الا وصلت 80% ديال لي زوبجيكتيف ديالك اولا 70 في العام الاول مع اول تجربه، راك غادي مزيان. علاش؟ حيت عارف بانه العام الثاني غادي تولي تخدم بلو سيفير، غادي تولي بلو مينيسيو، تولي كتراقب داكشي اللي كتخدم عليه مزيان، وتزيد تطلع. هذا العام درت 70، العام الجاي غندير 80 ولا 85 ولا 90، العام الثالث غندير 100، والعام الرابع نقدر نوصل 110 ولا 120 ولا حتى 150%. راه كاين الناس كيحددوا لي زوبجيكتيف ديالهم ومع الخدمه كيديباسيو لي زوبجيكتيف، مي افيك دي طابلو دو بور، افيك دي زانديكاتور، افيك ان سويفي ريغورو، واحد السويفي اللي زعما قاصح بزاف باش تقدر توصل لي ريزولطا اللي كتقلب عليهم. فوالا، نتمنى انه هذا اللايف هذا كان مفيد لكم. دونك غادي نخليه مسجل بطبيعه الحال، تقدروا ترجعوا تشوفوه في اي وقيته، هذه اي وقيته بغيتوا يا ربي. ولا كانوا دي كيسيون ولا اون كومونتير ولا قدرت نجاوبكم راه غنجاوبكم. فوالا، تبارك الله عليكم، تصبحوا على خير.